لكن كالعادة بنخش مع حضراتكم في بعض الأخبار كمان اللي معانا علشان نتكلم عليها قبل ما نروح كمان نتكلم على الصحف العالمية قالت إيه خلال الأسبوع اللي فات. هنبدأ أخبارنا النهاردة من المان يونايتد. الحقيقة المان يونايتد صفقة هيولوند ده لعيب يعني ينضم إلى المان يونايتد، وإن الواضح جدا المان يونايتد بيستعد بقوة كبيرة جدا للموسم اللي جاي بعد طبعا حسم هذه الصفقة. ولاعب من الدنمارك رامسوس ده لعيب مميز جدا عنده 20 سنة قادم من أتلانتا الإيطالي، يعني في صفقة يمكن وصلت ل 72 مليون جنيه استرليني. اتفق اللاعب زي ما بقول لحضراتكم اللي عنده 20 سنة على الشروط الشخصية خلاص، مدة العقد هتكون 5 سنوات. لاعب مانشستر يونايتد كمان كريستيان إريكسن طبعا مواطن هذا اللاعب قال فريقه يحصل على مهاجم قوي يعني رقم 9 صريح. قال كريستين ان كثير في العالم يعني منذ رايته لاول مره شافه مع المنتخب الدنماركي، وبيوعد مان يونايتد انه لعيب على مستوى عالي جدا، لعيب يمكن ناس كتير ما تعرفوش اسمه، لسه ما ترددش كتير، جاي من اتلانتا الايطالي على فريق مانشستر يونايتد. كريستين قال كمان على الى حد كبير يعني ظهر في صفوف هذا اللاعب، ظهر في صفوف الدنمارك، سجل 9 أهداف خلال لعبه مع الدرجة الأولى الموسم الماضي لصالح أتلانتا بعد ما انتقل بقيمة 15 مليون جنيه استرليني من نادي جراتس النمساوي. إريكسن كمان أضاف وقال أعتقد إن أنا لا يعني ما عندناش اهتمام أو الناس مش مهتمة كتير أو الاهتمام الإعلامي مش كافي لبلد كبيرة زي بلد الدنمارك، والناس يعني براها ما بيكونش فيه انترستنج قوي على صفقاتنا او الاولاد اللي بيلعبوا في الدنمارك، وهو قال ان الصوره دي هتتغير الحقيقه في الاسابيع او في المواسم القادمه. كمان كشف عن ان هذا اللاعب لعيب مميز جدا زي ما بقول لحضراتكم، لعيب رقم 9 هيكون متواجد في المان يونايتد، وتحدث يعني هو هولاند اتحدث واتكلم مع إريكسن على الحياه ماشيه ازاي في المان يونايتد، هو اكيد عارف انه بينضم لفريق عملاق فريق المان يونايتد، ويعني هيكون مشارك مع فريق كبير جدا رغم زي ما بقول لحضراتكم عنده 20 سنه، ولكن هي دي الفرق الكبيره دلوقتي بتعمل صفقات كبيره جدا جدا مع لاعبين يمكن دون ال 20 سنه كمان زي ما شفنا فريق ريال مدريد. طيب نروح من المان يونايتد للمان سيتي. جارديولا بيرفض طبعا رحيل ووكر، طبعا الظهير الانجليزي الايمن ووكر نجم المان سيتي يعني احد الاهداف الرئيسيه الحقيقه لفريق البافاري بايرن ميونخ في الموسم موسم الانتقالات الصيفيه. توماس توخيل طلب هذا اللاعب وطلبه بشده، مدرب البايرن يمكن عايز هذا اللاعب، طبعا ووكر صاحب ال 33 عام وعايزه في اليانز ارينا، لكن لسه ووكر طبعا يعني مرتبط بعقد مع طبعا المان سيتي لغايه الموسم اللي جاي. صحيفه بيلد الالمانيه سلطت الضوء على هذه التطورات والمفاوضات ما بين باير ميونخ ومانشستر سيتي بشان ووكر، وقالت انه لا توجد اي تطورات في المحادثات الجاريه بين الطرفين منذ اجتماع بينهما يوم الاربعاء الماضي. يمكن شككت الصحيفه في قدره بايرن على حسم الصفقه في ظل اعلان طبعا بيب جارديولا اعتزام السيتي على حد يعني وصفهم القتال من اجل الابقاء على ووكر في ملعب الاتحاد. مهم جدا ان كمان زي ما بقول لحضراتكم يمكن جارديولا مصمم جدا ان ووكر يكون موجود، لعيب اساسي لعيب ممتاز عنده 33 سنه لكن عنده خبرات كبيره جدا جدا، وزي ما حضراتكم عارفين يعني في انتقالات كتيره، يعني محرز خلاص راح الدوري السعودي، وبالتالي يعني المان سيتي بيحافظ على نجومه اللي حقق معاهم يمكن الثلاثيه الموسم الماضي. طيب من مان سيتي نروح لتوتنهام او نروح لتشيلسي. بوكيتينو طبعا هو بدايه قويه جدا جدا مع فريق تشيلسي، بيحقق طبعا بدايه ناجحه في مشواره كمدرب جديد لتشيلسي، قاد الفريق للانتصار على فولهام 2-0 وبيفوز بالبطولة الصيفية الودية للدوري الإنجليزي الممتاز التي أقيمت في الولايات المتحدة. الحقيقة كان فوز مريح للبلوز، سجل تياغو سيلفا ونكونو في الشوط الأول وخرج فريق بوكيتينيو بلا هزيمة في هذه الدورة في الولايات المتحدة، وينتهي الأمر طبعا بصدارة
جدول البطولة الودية بفارق نقطتين عن فريق أستون فيلا. أثار مستوى تشيلسي الحقيقة حماس مشجعي الفريق، لكن بوكيتينيو يعني خاص بالإشادة نجمه طبعا إنزو فرنانديز، طبعا هذا اللاعب المميز اللاعب الأرجنتيني الحاصل على كأس العالم، وقال يسعدني دائما أن يكون لدينا فرنانديز لأنه متواضع للغاية، إنه مقاتل وهو لاعب رائع بطل طبعا العالم مع الأرجنتين، وهو سعيد جدا جدا بمستوى هذا اللاعب. طيب نطير على ألمانيا، والحقيقة كان يعني ما بين قوسين كده زلزال منتظر في حراسة مرمى منتخب ألمانيا. حضراتكم عارفين يمكن مانويل نوير غاب فترات طويلة جدا عن البايرن بسبب الإصابة. مانويل نوير عنده 37 سنة، يمكن خلاص يمكن مش ضامن مركزه الأساسي في منتخب ألمانيا في ظل المنافسة الشرسة جدا مع طبعا تير شتيجن حارس مرمى برشلونة، اللي ألمح مدرب المكان وقال وجميع المان عودة من نوير طبعا كما نعرفه جميعا. فيما يتعلق بالمنتخب قال طبعا فليك يتعين علينا القول أن تير تشيجن برشلونة وقام بأشياء جيدة مع برشلونة هذا الموسم. يمكن زي ما بقول لحضراتكم نوير عنده إصابة كبيرة جدا جدا في ساقه، يمكن كان عنده كسر في الساق بعد سقوطه يعني في رحلة للتزحلق على الجليد خلال ديسمبر الماضي، وغاب عن بايرن ميونخ فترات طويلة جدا جدا. في الجانب الآخر يعني هو بيستعد بدنيا ويرجع للمشاركة تاني استعداد مع بايرن ميونخ للموسم الجديد، لكن زي ما بقول لحضراتكم تير تشيجن طبعا ده الحارس برشلونة كان متفوق تفوق غير عادي وعودة لمستوى رائع مع برشلونة العام الماضي، وبالتالي يعني في خوف شوية من نوير على فقد طبعا فقد مركزه مع منتخب ألمانيا الفترة اللي جاية. طيب